السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. قال العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر الحضرمي التريمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فصل فيما يجب بفعل محرمات الإحرام. سبق معنا في الدرس الأول أن تكلمنا على محرمات الإحرام عند قوله وحرم إلى آخره، وبعد أن ذكر محرمات الإحرام سيذكر ما الذي سيترتب من الكفارة والفدية على من فعل إحدى هذه المحرمات. فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم. طبعا إذا كان متعمدا فعليه الإثم، فالإثم حاصل على من فعل إحدى هذه المحرمات، والكفارة ستكون عليه فدية، وهذه الفدية بالنسبة للطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والأظفار ومقدمات الجماع كالتقبيل واللمس، وكذلك في الجماع الذي لا يفسد الحج، لأن هناك جماعا لا يفسد الحج، وهذا الجماع الذي لا يفسد الحج هو الذي يقع أو يحدث من الحاج بعد التحلل الأول، والتحلل الأول هو حاصل أو يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بأن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة: الطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه إذا جامع لا يفسد حجه، لكنه عليه الفدية. وأما الجماع الذي يفسد الحج هو الذي يكون قبل التحلل الأول، قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة عموما، وكذلك الجماع الذي لا يفسده الحج. هذه الأشياء فيها فدية، وهذه الفدية إما شاة، أو إن لم يريد أن يعطي شاة يتصدق بثلاثة آصع، بثلاثة آصع، صاع وصاع وصاع لستة مساكين، مساكن حرم، أو صوم ثلاثة أيام، وهذا الدم يسمى بدم التخيير والتقدير. والفدية، أما الفدية في الصيد إذا صاد، إن كان له مثل من الأنعام الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم فعليه المثل، مع تخييره بين الذبح وأن يوزع ما ذبحه على فقراء الحرم، وبين إعطائهم طعاما من غالب قوت البلد بالقيمة، أو يصوم عن كل مد يوما، وهذا يسمى بدم التعديل والتخيير. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه إثم كما قلنا، والكفارة، ويزيد الجماع بالإفساد. الجماع لمن كان عالما عامدا مختارا بالإفساد، أي أن حجه يفسد ويبطل. ووجوب القضاء فورا، كذلك يجب عليه القضاء فورا ليس على التراخي، وإتمام الفاسد، وأن يتم الفاسد أي يواصل الشروع فيه. وكفارة العظمى في الحج لمن أفسده بالجماع بدلة، أي واحدة من الإبل. ثم قال رحمه الله: فصل في واجبات الحج والعمرة. ويجب أن يحرم من الميقات، والإحرام من الميقات، الميقات يصدق بالميقات الزماني والميقات المكاني. فأما الميقات الزماني فهو معروف أنه شوال وذو القعدة وثلاث وعشرة ليال من ذي الحجة. وبالنسبة للميقات المكاني
فبالنسبة لأهل المدينة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم فذو الحليفة، وأما مصر والشام والمغرب الجحفة، وأما اليمن يلملم، وأما نجد الحجاز ونجد اليمن قرن، فكل، وبالنسبة لأهل المشرق ذات عرق. فهذه هي المواقيت الزمانية والمكانية كما ذكرنا يحرم الإنسان منها، فإذا تعداها ولم يحرم منها فإما يرجع إليها أو يكون عليه دم. أن يحرم من الميقات، وفي الحج واجبات الحج مبيت مزدلفة، يجب أن يمر الحاج في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر، ولو لحظة ولو نائما المبيت بمزدلفة، وهذا هو القول المعتمد أنه واجب. قال ومنا، يعني يجب المبيت معظم الليل في ليلة في معظم الليل في منى، يجب المبيت معظم الليل في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني سقط عنه مبيت ورمي يوم مبيت ورمي اليوم الثالث، وإلا فلا يسقط ويجب عليه البقاء حتى يكمل. إذن هكذا المبيت بمنى يبيت ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ولم يخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني فيجب عليه المبيت والرمي، أما إذا خرج قبل غروب شمس اليوم الثاني فيسقط عنه مبيت ورمي اليوم الثالث. قال ومنى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، جمرة العقبة وحدها يوم النحر يرميها بسبع حصيات، ويدخل رميها بنصف الليل ويبقى إلى آخر أيام التشريق. قال ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، يرمي هذه الثلاث جمرة العقبة ويرمي الجمرتين اللتين قبلها بعد الزوال، كل واحدة سبعة في أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى، ويختم بجمرة العقبة التي يرميها الحاج يوم العيد، ويشترط كون المرمي به حجرا، ولا بد أن يقصد وأن يكون رميا لا أن يضع الحجر وضعا، وأن يكون باليد، وأن ينوي الرمي إليه لا أن يرى حية فيرميها ويقول تكفي، أو رأى عقرب فرماها، لا بد أن يكون الرمي مقصودا للجمرة نفسها، لا بد أن يكون مقصودا للجمرة نفسها. قال وطواف الوداع، يعني من أراد مفارقة إلى مسافة قصر أو إلى وطنه أو المكان الذي يريد توطره فعليه هذا الطواف، ويسمى بطواف الوداع ويسمى بطواف الوداع. قال فصل في حكم صيد الحرمين ونباتهما، ويحرم صيد الحرمين أي الحرم المكي والحرم المدني، أما الأقصى فليس فيه ما في الحرم المكي والمدني. يحرم صيد الحرمين، يحرم أن يتعرض له الحاج أو الزائر، ومثلهما يقولون وج الطائف وهو واد بالطائف، فقد ورد حديث بذلك. يحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، سواء كان محرما أو كان حلالا، وتزيد مكة بوجوب الفدية. لكن بالنسبة لحرم الحرم المدني الصيد فيه وقطع شجره والقلع له حرام، لكنه ليس فيه فدية، فيه الإثم فقط. لكن الحرم المكي فيه إثم وفيه فدية أيضا، ففي صيد الحرم المكي المثل والشبيه، فإن كان له مثل وشبيه من الإبل والبقر والغنم الأنعام الثلاثة فعليه ذبح ذلك المثل ويوزعه لفقراء الحرم، أو يطعم بقيمة المثل، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يكفي ذبحه بغير الحرم، والحرم مراد به هنا الشامل حدود الحرم. وأما الشجر ففي الكبيرة بدنه، الشجرة إذا كانت كبيرة، وفي الصغيرة التي تقارب سبعة، الكبيرة شاه، وفيما دون ذلك القيمة. نعم، ثم نختم هنا بخاتمة نسأل الله عز وجل حسنها.
أنه تسن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالإجماع، إجماع أئمة الاجتهاد الأربعة، قصدا بالسفر إلى ذلك القبر لما فيه من إيتاء أو إيتاء بعض الحق له صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما هدانا الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء دليل على ذلك أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا، وفي رواية ابن عساكر: وليسلكن فج الروحاء حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأما متمسك من منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقصد له، بقصد السفر إليه صلى الله عليه وسلم وإلى قبره، فقد استدلوا بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ولكن الجواب على هذا من وجوه ثلاثة. الأول أن هذا الحديث خاص بالمساجد، يعني أنه لا مزية للسفر، لا مزية للسفر إلى مسجد بقصد الصلاة فيه إلا بالسفر إلى إحدى المساجد الثلاثة، فهناك المزية، لأنه تتضاعف فيه الأجور. الصلاة في المسجد الحرام بيأتي 1000، الصلاة في المسجد النبوي بـ1000، الصلاة في المسجد الأقصى بـ500. فهذه الثلاث المساجد لها مزية وتشد إليه الرحال لأجل هذه المزية. الجواب الثاني أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وخير ما فسر الحديث به هو الحديث، ولهذا يقول الإمام العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد، كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. فخير ما فسرته بالوارد كما يقول العراقي. وهناك حديث يفسر هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فهذا مفسر. الجواب الثالث أنه لا بد في كل استثناء من مستثنى، وهنا عندنا مستثنى محذوف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هو المحذوف؟ لا تشد الرحال إلى ماذا؟ نحن بين أمرين: إما أن نقول إن المستثنى المحذوف هو مكان، أي لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى الثلاثة المساجد، فهذا فاسد، لأن الرحال قد تشد إلى صلة الرحم بل مطلوب شرعا، لأن الرحال قد تشد إلى طلب العلم، لأن الرحال قد تشد إلى زيارة أخ وحبيب وصديق وقريب وأهل، لأن الرحال قد تشد إلى تنزه الإنسان في هذه الحياة للتفكر في مخلوقات الله وآلائه وهكذا. إذا لا يصح هذا الاستثناء، هذا المستثنى بأن نقدره لا يصح تقديره. التقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى مساجد ثلاثة، فهذا هو التقدير الصحيح، ويكون بهذا الحديث، ويكون الحديث بهذا خاصا بالمساجد، لا تشد إلى مسجد فقط، والكلام حول المساجد وحول مزيتها وفضائلها ولا يعد ذلك. ولهذا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال عن بعض العلماء الذين منعوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقصد له بهذا الحديث، قال: إنه من أبشع الآراء أو الأقوال. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.